السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إعلام أمريكي عن صاروخ صنعاء الفرد صوتي، انتهى عصر حاملات الطائرات. وإلى التفاصيل، تحدثت صحيفة انترناشيونال انترست الأمريكية عن خطورة صاروخ قوات صنعاء الفرد صوتي على القطع الحربية الأمريكية. وقالت الصحيفة في تقرير لها تعليقا على هذه الخطورة: لقد انتهى عصر حاملات الطائرات البحرية القوية، مشيرة إلى أن الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أصبحت هي القاعدة في الحرب الحديثة. ولفتت إلى أن الحوثيين أثبتوا في أواخر عام 2023 أنهم قادرون على إبعاد البحرية الأمريكية بأكملها بما يمتلكونه من صواريخ. كما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن تردد البنتاغون في نشر السفن الحربية لوقف هجمات الحوثيين أرسل إشارة إلى المنافسين مثل الصين بأنه لا يوجد ما يخشونه من أسطول حاملات الطائرات الذي كان مخيفا في السابق. وكانت قوات صنعاء قد كشفت الأسبوع الماضي عن صاروخ حاضم 2، وهو صاروخ فرد صوتي وله مواصفات متطورة لا تمتلكه الكثير من الدول حول العالم. طبعا الجميع شاهد هذا الصاروخ وشعر بفخر وعزة وشموخ لعظمة هذا الإنجاز الذي صنعه أبناء اليمن، والذي تم ابتكاره بعقول يمنية خالصة. فنبارك لشعبنا اليمني هذا الإنجاز الكبير الذي يجعلنا أقوياء في هذا العالم الذي لا يعرف إلا لغة القوة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.